الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونسأله أن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، ونسأله أن يجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المتقين. وبعد، لازلنا في سياق قصص أنبياء الله عليهم السلام التي أوردها الله جل وعلا في سورة هود، وكان من أواخر ما تكلمنا عنه قصة إبراهيم وقصة لوط عليهما السلام. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن قصة نبي الله شعيب عليه السلام، حيث ذكر الله جل وعلا في هذه القصة ما يتعلق بدعوة شعيب لقومه ليوحدوا الله جل وعلا، وليكون من شأنهم أن يذكرهم بما أوجب الله جل وعلا من العدل في المكاييل والموازين. ولعلنا نستمع لهذه الآيات في سورة هود التي تتحدث عن قصة مدين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا
إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات قصة مدين، ومدين قبيلة من القبائل تسكن في شمال جزيرة العرب، وقد كان من شأنهم أنهم يبخسون المكاييل والموازين ويطففون فيها، وكان من شأنهم أنهم يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا، وكان من شأنهم أنهم يقطعون السبيل ويخيفون المسافرين. وحينئذ كان من شأن هؤلاء القوم مخالفة شرع الله ودينه الذي جاء بتوحيد الله والعدل بين الخلق، وحينئذ أرسل الله لهم نبيا منهم هو شعيب، ولذا قال وإلى مدين أي وأرسلنا إلى مدين نبيا منهم أخاهم شعيبا، يعني أنه أخوهم في النسب، وذلك ليعرفوا صدقه وليكون له مكانته وليتمكن من خطابهم. وقد كان شعيب بليغا في كلامه حتى أنه كان يسمى خطيب الأنبياء، فقال مخاطبا قومه مذكرا لهم بالقرابة التي بينه وبينهم ليعرفهم أنه مشفق عليهم راغب في الخير والصلاح لهم، فقال يا قوم اعبدوا الله، أي ليكن من شأنكم أن تكونوا عابدين لله خاضعين ذليلين راجين مستشعرين لمراقبته جل وعلا، وعليكم ألا تصرفوا شيئا من العبادة لغير الله سواء كانت من الأصنام أو من غيرها من المخلوقات. وكذلك وصاهم بوصية أخرى تتعلق بالمكاييل والموازين والتجارات التي كانوا يعقدونها، فإنهم إذا أرادوا أن يشتروا سلعة جعلوا لها ميزانا خاصة، وإذا أرادوا أن يبيعوها جعلوا له آخر، بحيث يطففون في الحالين. ولذا قال لهم ولا تنقصوا المكيال والميزان، أي لا تقللوا من مقداره عندما تشترون البضائع والسلع والمأكولات من غيركم. والمكيال آلة تعرف بها مقادير حجم الأشياء وتحسب بالصاع واللتر ونحوهما، وأما الميزان فهي متعلقة بالثقل الذي يكون للسلع، وتعرف بأشياء مما يعرف به الوزن كالكيلو ونحوه. فقال لهم إني أراكم بخير، يعني قد أنعم الله عليكم بالنعم الكثيرة
ومن ثم كيف تجحدون نعمة الله عليكم فتعبدون غيره؟ وإذا كان الله قد أعطاكم الخير فكيف تخالفون شرعه بنقص المكاييل والموازين؟ عليكم أن تتقوا الله وتشكره على نعمه وما أعطاكم من الخير العظيم بعبادته وحده وبالعدل في التعامل مع الخلق. وقال لهم أيضا: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي أخشى أن تنزل بكم عقوبة الله التي تأتيكم من كل جانب بحيث لا تستطيعون أن تتخلصوا منها. وهذه العقوبة يحتمل أنه حذرهم من عقوبة الآخرة، ويحتمل أنه حذرهم من عقوبة دنيوية. ثم قال لهم مرة أخرى مؤكدا دعوته للعدل: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي ليكن من شأنكم أن تخبروا عن مكاييلكم وموازينكم بما هو موافق للحق والواقع لتكونوا من أهل العدل. والقسط هو العدل. ثم قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فإنهم قد كانوا يستبيحون السرقة، ويستبيحون أيضا قطع الطريق وأخذ أموال المسافرين، ولذا نهاهم عن ذلك. فقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهكذا قال لهم: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تنتشروا في الأرض بالإفساد فيها، سواء كان ذلك بالشرك وهو أعظم أنواع الفساد، أو بقطع الطريق والسرقة، أو بالتطفيف في المكاييل والموازين. ثم قال: بقية الله خير لكم، يعني لو أنكم اكتفيتم بما أباحه الله لكم لكان أفضل لكم وأحسن، ولا أدر الله عليكم الأرزاق بسبب تمسككم بشرع الله. فقوله بقية الله أي الباقي الذي يقدره الله لكم خير لكم وأحسن مما تسيرون عليه من تطفيف المكاييل وسرقة الناس وقطع السبيل. ولذا قال: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال: وما أنا عليكم بحفيظ، أي ليس من مهمتي أن أحصي أعمالكم ومخالفاتكم، وإنما هذا إلى الله جل وعلا، فهو الذي وكل بكم ملائكة يحصون جميع أفعالكم، وإنما شعيب رسول من عند الله يبلغ شرع رب العزة والجلال. حينئذ خاطبوه بخطاب الاستهزاء والسخرية والتقليل من مكانته ومنزلته، فقالوا له: يا شعيب، خطابا مجردا باسمه المفرد بدون أن يذكره بالقرابة التي بينه وبينهم، فقالوا له: أصلاتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذه الصلاة التي تصليها هي التي جعلتك تطلب منا أن نترك عبادة الأصنام التي كان يعبدها آباؤنا، أم أن هذه الصلاة التي تصليها هي التي تأمرك أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا؟ فهذه المعبودات قد تلقيناها من عهد الآباء والأجداد، فكيف تأمرنا بتركها؟ ثم هذه الأموال لنا، وأموالنا نتصرف فيها بما نشاء، ولو كان ذلك بالغش والاحتيال وتطفيف المكاييل والموازين،
هكذا قالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك أن نفعل ما نشاء في أموالنا؟ ثم قالوا له على جهة السخرية: إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني بحسب دعواك. وظنوا أن العقل في البحث عن طرائق تزيد من كسبهم وترفع من مقدار ما يكسبون، ونسوا أو تناسوا أن العقل في إثبات العبادة لله وحده الذي خلق ورزق وتصرف في الكون، والذي سيحاسب العباد على أفعالهم. ثم إن العقل ليس في تطفيف المكاييل وترك العدل والغش فيها، بل إن العقل يكون بمعاملة الخلق بالعدل، فمتى تعامل الناس بالعدل ازدهرت التجارة ووثق الناس بعضهم في بعض، وكان ذلك من أسباب فتح المجالات المالية والاقتصادية أمام الجميع. ولذلك فما ظنوه من العقل هو في حقيقة الأمر مما يخالف العقل، ولذا قالوا له على جهة الاستهزاء: أنت الحليم، يعني غير المستعجل في ردات فعلك، وأنت الرشيد، يعني الذي تختار أفضل الطرائق وأحسنها مما يكون له عاقبة حميدة. فخاطبهم مذكرا انتماءه إلى قبيلتهم ورغبة في الخير لهم، فقال: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ أي ألا تشاهدون أن عندي من الأدلة الواضحة والبراهين الدامغة التي تجعلكم تجزمون بأن ما جئت به من عند رب العزة والجلال الذي خلقكم وأوجدكم من العدم وخلق هذا الكون كله؟ ثم انظروا كيف أني لا أتعامل بطريقتكم في تطفيف المكاييل والموازين، ولا في الغش والاحتيال، ولا في سرقة أموال الناس وقطع السبيل، ومع ذلك رزقني الله منه رزقا حسنا، مما يدلكم على أن طريقتكم التي سرتم عليها ليست هي الطريقة الأحسن في استجلاب الأرزاق وسعة الرزق. ولذا قال: وانظروا لحالي، حيث نهيتكم عن أمور تركتها، نهيتكم عن الشرك وتركته، ونهيتكم عن التطفيف في المكاييل والموازين وتركته، ونهيتكم عن أخذ أموال الناس وتركت ذلك، وذلك أني لا أنهاكم عن شيء إلا وأكون أول من يبادر إلى امتثاله، ولذا فأنا لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وإنما مقصودي أن تصلح أحوالكم وأن تكونوا على أعلى درجات الصلاح في أموركم الدينية وأموركم الأخروية والدنيوية. ولذلك فأنا لا أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي بحسب قدرتي، وأعلم بأنني لن أتمكن من النجاح في شيء إلا بتوفيق من الله جل وعلا وتقدير لأحسن الأمور. ولذا قال: وما توفيقي، أي لن يكون لي نجاح وفلاح إلا بالله، فهو الذي يبارك في الأرزاق، وهو الذي يهدي السبيل، وهو الذي يجعل العاقبة للعبد خيرا، وهو الذي ينصر من شاء من عباده. ولذلك عليه توكلت
أي اعتمدت بقلبي على رب العزة والجلال في أن يتولى شأني فينصرني ويرزقني ويكفيني شر أذى من أراد بي شرا وإليه أنيب، أي أرجع إليه سبحانه وأعود طالبا فضله وإحسانه. ثم خاطبهم بأمور وقعت في الكون يعلمون بها وقد وصلت إليهم أخبارها، فقال: ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يكن ما تظنون أني خالفتكم به سببا في جركم إلى أن تنزل بكم العقوبة الشديدة مثل ما أصاب قوم نوح فإنهم أغرقوا، أو ما أصاب قوم هود أو قوم صالح، وأنتم تسمعون بأن هودا قد جاءتهم الريح العقيم وأن قوم صالح قد جاءتهم الرجفة العظيمة. ثم قوم لوط قريب منكم، قريب في الزمان وقريب في المكان، وبالتالي تواترت عندكم أخبار ما نزل بهم من العقوبة الشديدة حيث قلب الله ديارهم على رؤوسهم، وما قوم لوط منكم ببعيد. وحينئذ دلهم على طريق النجاة فقال: استغفروا ربكم، أي اطلبوه العفو عما مضى من الشرك وأخذ أموال الناس، وليكن من شأنكم أن تتوبوا إلى الله، أي تعودوا إليه وتنيبوا إليه وتلجأوا له سبحانه وتعالى. ثم ذكرهم بشيء من صفات الله متى استغفروا وتابوا، ألا وهو أن الله رحيم ودود، فهو يرحم من توجه للخير من عباده، وهو ودود أي محب محبوب لمن كان متجها إلى فعل الخير. بماذا أجاب قومه؟ قالوا: يا شعيب، نداء بالاسم المجرد بدون تذكير بالقرابة التي بينه وبينهم، ما نفقه كثيرا مما تقول، أي إن كثيرا مما تتكلم به وتدعون إليه لا نفهمه ولا يدخل في أذهاننا، كيف تقول بأن عبادة هذه الأصنام سبب لغضب الله وهي توصلنا إلى الله، وكيف تقول بأن ترك العدل في المكاييل والموازين يؤدي إلى نقصان البركة في معايشنا؟ وحينئذ قالوا: كلامك غير مفهوم وغير معقول وغير مقبول. ومن هنا قالوا له: وحينئذ اترك هذه الدعوة التي سرت عليها، فإنك ضعيف أي غير قوي في نفسك، وبالتالي احذر على نفسك من أن ننزل بك نحن العقوبة. وحينئذ اعلم بأنه لولا جماعتك وقرابتك الذين حولك لبادرنا إلى إنزال العقوبة، فرجمناك أي ألقينا عليك الحجارة حتى لا تزعجنا بهذا الكلام الذي تدعونا إليه، وما أنت علينا بعزيز، أي ليس لك مكانة عالية ولا رفعة ولا عزة، وبالتالي لن نتوانى في إلحاق الأذى بك. حينئذ قال لهم شعيب عليه السلام: كيف
تقدرون جماعتي ورهطي ولا تقدرون رب العزة والجلال. ولذا قال: يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله تتركونني مع أني أدعوكم إلى الله، تتركون إقامة مكانة ومنزلة لي، وأنا إنما أدعوكم إلى الله جل وعلا، وبالتالي تركتم عقوبتي من أجل جماعتي ولم تتركوها من أجل الله الذي أوجب عليكم عبادته. ولذلك كان من شأنكم أن جعلتم ذكر الله وراء ظهوركم لا تقيمون له وزنا، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي جعلتم الله وراء ظهوركم لا تقيمون له وزنا، وحينئذ أخوفكم من الله، فإن الله محيط بكم، عالم بأحوالكم، لا يخفى عليه شيء من شؤونكم من جميع جهاتكم. ثم قال لهم: ويا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني إذا أبيتم إلا تكذيبي والاستمرار في الشرك وعدم إفراد الله بالعبادة، وأبيتم إلا أن يكون من شأنكم الاستمرار في أخذ أموال الناس، فحينئذ خافوا على أنفسكم من نزول العقوبة، فاستمروا على مكانتكم، أي طريقتكم وفعلكم المشين، فإنه ستنزل بكم العقوبة. إني عامل بالخير والهدى، وعامل بإفراد الله بالعبادة، وعامل بالعدل في المكاييل والموازين، وبالتالي عما قريب ستنزل بكم العقوبة، وحينئذ ستعلمون من الذي كان على باطل ومن الذي نزل به العذاب الذي أخزاه وقلل من مكانته، وستعلمون من هو كاذب في دعواه وغير صادق فيها حينما دعا إلى عبادة غير الله وسول لنفسه تطفيف المكاييل والموازين. ولذا قال لهم: ارتقبوا، أي انتظروا ما يقدر الله جل وعلا عليكم من العقوبة وما يقدر لي من النجاة، فإني معكم رقيب، أي انتظروا قدر الله وأمره جل وعلا. استمروا على حالهم حتى نجى الله شعيبا والذين معه وأهلك القوم الظالمين. ولذا قال: ولما جاء أمرنا، أي لما حصل أمر الله وتقديره بإهلاك القوم الظالمين، حينئذ نجى الله شعيبا وجعله يسلم من العقوبة الشديدة التي نزلت بقومه، وهكذا نجى رب العزة والجلال من آمن مع شعيب، وذلك بفضل الله وبرحمته، فإن النعم إنما تستجلب برحمة الله، فإن عمل العبد مهما كان لا يوازي شيئا قليلا من نعم الله جل وعلا عليه. وحينئذ أخذت الذين ظلموا الصيحة، أي جاءهم الصوت العظيم الكبير الذي فجر رؤوسهم، فأصبحوا، أي لما جاء الصباح، فإذا بهم صرعى جاثمين، أي خامدين على الأرض لا يوجد حياة في أبدانهم. وبالتالي ما مضى من حضارتهم السابقة وما كان عندهم من الأموال الكثيرة
وما استولوا عليه من أموال الآخرين بالغش والاحتيال والسرقة وقطع الطريق لم تغن عنهم شيئا ولم تدفع عنهم عذاب الله جل وعلا، فإنه لما نزل بهم العذاب أسقطوا على الأرض جاثمين خامدين كأنهم لم يمر عليهم زمان مضى برفعة درجاتهم وكثرة أموالهم. ولذا قال الله تعالى: ألا بعدا لمدين، أي سحقا لهم ولعنة لهم وإبعادا لمصيرهم عن الخير والهدى، كما بعدت ثمود قوم صالح عليه السلام، فإن الله جل وعلا قد أنزل عليهم عقوبة الصيحة كما أنزلها على قوم صالح. وحينئذ نتذاكر شيئا من فوائد هذه الآيات، فمنها رحمة الله بالعباد، حيث كان يرسل إليهم الرسل ليرشدوهم إلى الحق ويدلوهم على الهدى، فتكون لهم النجاة والفوز دنيا وآخرة. ما من قوم إلا ويرسل إليهم نبيا أو أنبياء ليكون ذلك طريقا لإرشادهم للحق. وفي هذه الآيات أن الأنبياء يرسلون من بني آدم من أقوامهم الذين تكون لهم الرسالة. وفي هذه الآيات فضل شعيب عليه السلام. وفي هذه الآيات تذكير بالأمور الأربعة التي قدرها الله في سرد قصص الأنبياء في هذه السورة، وأولها دعوة الأنبياء للتوحيد وإفراد الله بالعبادة، وثانيها ما لحق الأنبياء من مجادلات وأذى من قبل مخالفيهم، وثالثها اتفاق دعوات الأنبياء للناس بأن يكثروا من الاستغفار والتوبة، ورابعها ما جعله الله سنة كونية ماضية بهلاك الظالمين ونجاة المؤمنين الموحدين. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء منها لأحد من الخلق كائنا من كان، ولو كان من الملائكة أو كان من الأنبياء أو من الصالحين أو غيرهم، فالعبادة حق لله لا يجوز صرفها لأحد سواه. وفي هذه الآيات تحريم نقص المكاييل والموازين، وأن ذلك من الظلم الذي ينهى العباد عنه. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بعظيم نعم الله عليه، ليكون ذلك طريقا لشكر نعم الله والاعتراف بأنها من عند الله مع صرفها في مراض الله جل وعلا. وفي هذه الآيات تخويف الإنسان في دعوته إلى الله من عقوبة الآخرة والتحذير من الدخول في نار جهنم. وفي هذه الآيات وجوب العدل في جميع المعاملات وتحريم الظلم وتطفيف المكاييل والموازين. وفي هذه الآيات وجوب إيفاء الناس حقوقهم وإعطائهم ما يكون لهم، وتحريم أن يستولي الإنسان على شيء من حقوق الآخرين. وفي هذه الآيات أن مخالفة شرع الله سبب من أسباب نزول السوء والشر والفساد في الأرض، ولذا فإن العباد بمعاصيهم
يقدر الله عليهم من المصائب ما تتناسب مع تلك المصائب، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا التذكير بأن بقاء الإنسان على شرع الله خير له في دنياه وفي آخرته، فإن من سار على الشرع بارك الله له وأعظم ثوابه وجعل له العاقبة الحميدة. وفي هذه الآيات من الفوائد فضل الإيمان وأثره في صلاح أحوال الناس، وفي هذه الآيات التذكير بأن مهمة الأنبياء والدعاة هي التذكير والتعريف بالحق لا إلزام الناس به. وفي هذه الآيات أن فريضة الصلاة كانت مشروعة على الأمم السابقة، ولذا قال أهل مدين لشعيب: أصلاتك؟ وفي هذه الآيات حفظ جناب الأدب وحسن الخطاب والمجادلة مع المخالف حتى لو لم يكن هو على ذلك. وفي هذه الآيات أن الشرك بصرف شيء من العبادات للأصنام غير مقبول عند أصحاب العقول السوية، ومع ذلك إذا طمس على عقل الإنسان وقلبه لم يعد يميز بين الخير والشر ولا بين المقبول من المردود، وإلا فكيف تعبد أصنام يصنعونها هم ثم يذلون لها؟ وفي هذه الآيات وجوب أن يتقيد الإنسان في معاملاته المالية بشرع الله جل وعلا، وقد أخذ من ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على تعامل حتى يعرف حكم الله في ذلك التعامل، وأن من لم يعرف حكم الله في معاملة سواء كانت مالية أو غيرها فإنه لا يجوز له أن يتعامل بها حتى يعرف حكم الله فيها بالجواز. وفي هذه الآيات من الفوائد أن السخرية والاستهزاء بالآخرين ليست من شأن أهل الإيمان، وأن طريقة المخالفين للرسل هي الاستهزاء بدعاة الحق. وفي هذه الآيات تذكير الناس بالدلائل والبراهين التي تدل على صدق أنبياء الله بوجوب إفراد الله بالعبادة. وفي هذه الآيات أن فضل الله جل وعلا لأهل التقوى يشمل إمدادهم بالأرزاق الحسنة، كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذه الآيات النهي عن مخالفة الإنسان بفعله لما يقوله أو يدعو إليه، بل على الإنسان إذا دعا إلى شيء من العبادات أو مكارم الأخلاق أن يكون أول من يبادر لذلك الفعل ويمتثله. وفي هذه الآيات الترغيب في إصلاح أحوال الخلق بما يجعلهم ينتظمون في حياتهم ويستعدون لآخرتهم. وفي هذه الآيات أن العبد يفعل من المأمور بما يستطيعه ويكون في قدرته، ولذا قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالعبد أن يعتمد على الله وأن يطلب منه إمداده على الخير والهدى، وأن يطلب من الله أن يوفقه لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، فإنه هو الموفق جل وعلا. وفي هذه الآيات وجوب توحيد الله في التوكل، بحيث لا يتوكل على أحد سواه، فإنه لما قال عليه توكلت وقدم عليه وهي المعمول أفاد وجوب حصر التوكل في أن يكون على الله جل وعلا. وفي هذه الآيات مشروعية الإكثار من التوبة والسعي في تحصيلها في كل وقت وآن، ليكون العبد عائدا إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أنه لا يحسن بالإنسان أن يجعل مواقفه السابقة أو ما لديه من محبة وبغضاء سببا لرد ما يصل إليه من المقالات، حتى يفكر فيها ويتأمل تلك المقالات ليحكم عليها بحكم الله جل وعلا. وفي هذه الآيات من الفوائد أن التذكير بعقوبات الله على الأمم السابقة، كيف عصوا رسول الله فنزلت بهم العقوبات التي استأصلتهم ولم تبق منهم أحدا، ومن هؤلاء قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط. وفي هذه الآيات أن تذكير الناس بالأمثلة الحسية القريبة من حالهم من أكبر الأسباب التي تجعل الناس ينقادون للحق، فإن خبر من مضى قد لا يكون له من الأثر والوقع في النفوس ما يكون للخبر ما يكون لوقوع العذاب الذي يشاهده الإنسان أو يتواتر نقله إليه. وفي هذه الآيات الترغيب في الإكثار من الاستغفار، ليكون ذلك من أسباب مغفرة الله للعبد ومن أسباب زوال آثار الذنوب والمعاصي. وفي هذه الآيات وجوب التوبة إلى الله بالرجوع إليه والندم على ما كان والعزم على عدم العود في مستقبل الأيام. وفي هذه الآيات التذكير بأسماء الله والحسنى وصفاته العلى التي تدعو الناس إلى الإقبال على الله تعالى، من مثل قوله رحيم ودود. وفي هذه الآيات أن معنى الفقه هو الفهم الدقيق. وفي هذه الآيات دعوى مكذب أنبياء الله أنهم لا يفهمون رسالتهم وأنهم لم تقم عليهم حجة الله بذلك، مع أنهم قد جاءهم من حجج الله جل وعلا ما تقوم به الحجة عليهم. وفي هذه الآيات احتقار الأقوام لأنبيائهم عليهم السلام، فمرة يقولون لشعيب ما نراك إنا لنراك فينا ضعيفا، ومرة يقولون له غير ذلك من المقالات التي تنقص مكانته. وفي هذه الآيات أن الإنسان ينبغي به أن يتقوى بالله جل وعلا وأن يعتمد عليه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن منهج الكافرين والمعرضين عن أنبياء الله منهج زائغ
لما عجز عن المناقشة والمحاورة انطلق إلى التوعد بالعذاب، وما ذاك إلا لبطلان حجتهم والتعرف على عدم وجود دليل يدل على طريقتهم ومقالتهم. وفي هذه الآيات إحاطة الله جل وعلا ببني آدم وبأعمالهم، فهو الذي يحصيها ويسجلها. وفي هذه الآيات التحذير من نزول العقوبة الشديدة، وبيان أن من استمر على العناد فلا يأمنن من نزول العذاب الشديد به. ولذا قال شعيب: ويا قوم اعملوا على مكانتكم أي على طريقتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. وفي هذا أن الداعي مرة يدعو بالترغيب ومرة بالتهذيب والترهيب، وهكذا يذكر الإنسان ممن تولى الدعوة إلى الله جل وعلا بسرعة عقوبة الله ونزول عذابه على الكافرين والمعاندين. وفي هذه الآيات بيان أن هؤلاء الكافرين يبطنون ما لا يظهرون، وأنهم كانوا يعلمون صحة دعوة صالح عليه السلام، ولكن لله حكمة في جعلهم يستمرون على كفرهم وباطلهم. ولذا تهددهم الله بقوله: سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب، أي انتظروا فإنني سأنتظر الأمر معكم. قال جل وعلا: ولما جاء أمرنا، أي الأمر بالعذاب وبنزول ما يمحقهم ويزيلهم بالكلية. قال: ولما جاء أمرنا، أي أمر الله بنزول العذاب، نجينا شعيب، أي أبعدناه عن هذه القرية لينجو ولا يصيبه ما أصابهم، وهكذا نجينا الذين آمنوا مع شعيب. وبالتالي نعلم أن العاقبة للمؤمنين، وأن النجاة تكون لأهل الإيمان الحق. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا ينجي أتباع الحق جميعا، فينجي الرجل ممن يدعو إلى الحق والتوحيد، وينجي من آمن معه. وفي هذه الآيات نزول العقاب بالمخالفين التاركين للتوحيد، فإنه قد قامت عليهم الحجة ومع ذلك لم يستجيبوا لدعوة الحق، ومن ثم أصبحوا من الظالمين، إذ إن أشد أنواع الظلم أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا. وفي هذه الآيات عقوبة قوم مدين بالصيحة، الصوت الشديد الذي وصل إليهم، فطاحوا خامدين جاثمين لا يستطيعون حياة ولا حراكا، وكان ذلك أول صباحهم. وفي هذه الآيات التذكير بأن ما كسبوه من الأموال العظيمة لم ينفعهم شيئا، فقد ماتوا وتركوا ذلك المال، فلم يعد لهم انتفاع بالمال. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقتصر على أخذ
الغنائم التي ينالها. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الأموال العظيمة والمكاسب الكبيرة وزخارف الدنيا مهما وصلت لا تنجي العبد من عذاب الله جل وعلا ولا تجعله فائزا في الآخرة. ومن ثم على الإنسان أن يجتهد بتقديم عمل صالح ينال أجره وثوابه يوم لقائه لربه ويتقرب إلى الله جل وعلا باستعمال المال الذي أوتيه في مراضي الله سبحانه وتعالى. وحينئذ لا يكون كقوم مدين عندهم أموال عظيمة لم تقنعهم تلك الأموال بل طلبوا المزيد منها ولم يطلبوه بطريق مباح إنما طلبوه بطريق محرم مخالف لشرع الله جل وعلا. وفي هذه الآيات إبعاد مدين وعن الحق والهدى والفعل الجميل. وفي هذه الآيات نزول عقوبة الصيحة بقوم مدين كما نزل مثلها في عقوبة قوم ثمود قوم نبي الله صالح عليه السلام. فهذا شيء من فوائد هذه الآيات وأحكامها وحكمها، رزقكم الله فهما لها وعملا بأحكامها ورضا منه جل وعلا. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعلهم على خير حال تمسكا بدين الله وإكثارا من ذكره واستغفاره والتوبة إليه، ونسأله جل وعلا أن يحمي إخواننا في فلسطين وأن يكفيهم شر عدوهم وأن يحقن دماءهم وأن يداوي جرحاهم وأن يسد جوعتهم وأن يمكن لهم ويؤويهم في منازلهم. كما نسأله سبحانه أن يرد عدوهم خائبا خاسئا لا يتمكن من ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.